استنى شويه يا خلاص مشوار اتحسن بقى. الاستاذ رضا حماد، الاستاذ رضا حماد استاذ رضا حماد استاذ رضا حماد والضربه بتوعه طلبة الأستاذ رضا، أستاذ رضا على فكرة البدرشين، أنا عملت محاضرة في البدرشين كان أكبر عدد موجود هناك، بفضل ربنا طبعًا ثم الأستاذ رضا، هما طلبوا ممتازين جدًا، ده دول عشان مشوار بس بعيد ما قدروش يشوفوا كلهم. اتفضلوا نعم؟ في تانيين ولا إيه؟ هما بس دولت؟ طيب زي الفل. طيب هديتك مع السومة اللي بتعملش كده. طيب فاضل من محافظة دمياط يمينا احنا في البدرشين البدرشين بسرعة وشكرا الولاء والانتماء للمدرس بتاعه. عندنا بعد كده الطالبه نهاد رشاد ثاني طنطاوي موجوده ولا؟ نهاد اتفضلي معلش اخرناكي. اتفضل اتفضل معايا اتفضل. شرف لنا. ألف مبروك الله يخليك يا رب. طب ثواني شرطة بليز شرطة بليز الخير انسيا ما فيش غيره كله بناجح دلوقتي ضياف بنجمه شرقيه الاستاذ حمدي جاد والطلبه بتوعه. استاذ حمدي جاد اتفضل. طلبه الاستاذ حمدي جاد اتفضل. انا عارف المشوار بعيد شويه في الشرقيه بس شرفتونا. ايه اللي موجود دلوقتي الشرقيه؟ ديار بنيكم البحيرة طلبة البحيرة طمأمور تستعد بحيرة يبقى الأستاذ محمود أستاذ محمود الشهاوي أستاذ محمود الشهاوي جنب حضرتك اهوت طلبة الأستاذ محمود الشهاوي اتفضلوا وولاده فين كمان يشرفونا صورة أستاذ يوسف بعد إذن حضرتك اتفضلوا تعالوا قدام هنا اتفضلوا قدام هنا طلبة كفر الشيخ شكرا لطلبة الأستاذ محمود الأستاذ محمد الورقي أستاذ محمد الورقي اتفضل أستاذ محمد الورقي الدسوق الورق
استاذ محمد. شهادات التقدير يا استاذ محمد. يلا جماعة بيت الهدايا. طلبة الأستاذ سالم البنات لوحدهم والبنين لوحدهم. البنات لوحدهم والبنين. أستاذ محمد هدايا الطلبة بتوعك شرفتنا. أستاذ سالم الجندي تحية كبيرة لأستاذ سالم الجندي. نبدأ بالبنات. نبدأ بالبنات. اتفضلوا البنات. البنات استفسارين الكرتونة فين؟ ها؟ اتفضل. طب وشيخ اللين يا مينا. اللين اللي شغالة دلوقتي. اللين. الأستاذ سالم الكرتونة جاية الشهادات وكراتين الهدايا جاية علشان تكفي الطلبة بتوعنا. بناتي اتفضلوا كلهم كده مع بعض على صفين. البنات اتفضلوا يا اولاد. ايه صفين كده صفين كله هيطلع. اتفضلوا اتفضلوا. استاذ يوسف من بعيد الصوره تبقى احسن. ارجع ورا شويه. المسيرين قدام الاطوال نزل طوال ورا والمسيرين قدام. يوسف الهدايا بتاع الاستاذ سالم نزلت ولا لسه؟ الهدايا تحية كبيرة لطلبة الاستاذ سالم. طلبة كبيرة الرجالة سقفوا بتوع الليل. الرجالة سقفوا عشان الرجالة يا استاذ سالم. شباب وحياة قلبي وافراحي. البنات اتفضل. البنات اتفضل. الرجالة يشرفونا والبنات زرقاء. يعني الرجالة تقرفوا البنات زرقاء. شكرا رجالة الدين. مش عايزة الشباب قلت يشرفوا كده يرحبوا بيهم. شكرا استاذ سالم على تشريفه. عندنا بعد كده الاليوبيه طالب الكافي شكرا والطالب محمد. طب كلمتين استاذ سالم بس. استاذ سالم الجندي انا بشكره جدا على المجهود اللي بيعمله معانا. فبقول له عذرا معلمي لو كنت يوما اليك مخصرا فلقد تعلمت منك كثيرا ليس في المكتب بل احتراما كاملا. اني لا اشهد بانك في الارض اعظم اهلها. سلام لك من تلميذ مخلص قال بانك مثل حروف للجمال ولم ابدا مثلها. شكرا استاذ سالم جميل.
شكرا. الطالب مش عارفه من كفر شكر. اتفضل الطالب محمد عباس ابو راضي. طالب محمد عباس والهديه الشهاده ديت خاصه بالاستاذ ماهر المدرس بتاعه. بيستعد طلبه الاستاذ عبد الفتاح عبده من بنها. استاذ عبد الفتاح عبده من بنها. استاذ عبد الفتاح عبده يجهز. استاذ محمود. استاذ عبد الفتاح عبده من بنها. استاذ سامي. استاذ عبد الفتاح اتفضل. طب اتفضل انت الاول خد هديتك. اتفضل هديه بتاعتك. اتفضلوا الرجاله. اتفضلوا يا استاذ عبد الفتاح صوره جماعيه كده. اتفضل. يلا. بنحييه ونقول لهم الف مبروك وان شاء الله يبقى من الاوائل. على فكره استاذ عبد الفتاح كان عنده معاه طالبه السنه اللي فاتت طلعت الثالثه على مستوى الجمهوريه. يعني مش بعيد جدا يبقى حد فيكم ان شاء الله الثانيه. تمام. الثانيه كانت حاضره معانا حفله التكريم السنه اللي فاتت وكانت على مستوى الجمهوريه. من دي جام اسمها ايه؟ البلد ميد السباع بنها. طيب الاستاذ سيف الدين عبد الله. سيف الدين عبد الله. طلبة الأستاذ سيف الدين عبد الله من بنها يتفضلوا. اتفضلوا صورة جماعية كده تذكر لهم إن هما شرفونا. نبدأ بطلبة المنوفية. طلبة المنوفية شكرا أستاذ سيف مشرفنا. طلبة المنوفية والطالب حسن حمدي مهدي. طالب حسن حمدي مهدي. طالب حمدي مهدي الشهداء مع الاستاذ ماهر. الشهداء منوفية. الطالب حسن جاي ولا مشي؟ طيب معانا الطالب محمود علي صالح. محمود علي صالح. طالب محمود علي صالح مع الاستاذ محمد الدعباس. طيب ناخد. طب الطالب سيف الدين مكتور. اسراء سليمان موجود ولا مش اسراء سليمان؟ طيب هنبدا بركة السبع والاستاذ سيد سلمان. ها؟ سمر ما سمر استاذ الدعباس موجود؟ سمر؟ اتفضل. المنوفية برضه الشهداء. الأستاذ حاتم. الأستاذ حاتم عمار الشهداء برضه. الأستاذ حاتم هديتك وإسراء والطالب سيف كمان صورة جماعية كده. صورة الأستاذ حاتم. شكرا لأستاذ حاتم مشرفنا من الشهداء. الله يكرمك. استنى في جوائز بس خمسة كمان. خمسة كمان. الأستاذ سيد سلمان. الأستاذ سيد سلمان. الأستاذ سيد سلمان شرفنا. أستاذ سيد سلمان بركة السبع هدايا وطلبة. اتفضلوا بقى مع بعض صورة جمعية كده. طلبة المنوفية يحيوا بركة السبع.
طلب اتجوزنا يا حي مركز السبع مفيش جوازنا. الاستاذ سيد سلمان شكرا لتشريفك ربنا يخليك. الاستاذ طارق شلبي استاذ طارق شلبي استاذ طارق شلبي خليه معانا. الاستاذ وائل حموده استاذ وائل حموده استاذ وائل حموده استاذ وائل حموده ومعاه الاستاذ طارق شلبي موجه الاداره. الاستاذ طارق شلبي طلبت الاستاذ وائل حموده نبدا بالبنين الاول ولا البنات البنين الاول؟ البنين اتفضلوا مجبور. اتفضل الاستاذ طارق معانا. جميل الاستاذ طارق. استاذ طارق شلبي لا يا جماعه نترص كده عشان الصوره تبقى كويسه. الشباب يقعد. استاذ طارق اتفضل معاك يا استاذ وائل موجه الاداره. استاذ طارق استاذ طارق استاذ طارق استاذ طارق هديه بتاعت حضرتك. طلب من الطالبات الاستاذ وائل حموده البنات جاهزين. استاذ وائل في بنات ولا مفيش؟ في بنات؟ شكرا للرجاله كده. شكرا للرجاله. شكرا. طلبت البابور طلبت البابور. اتفضلوا الطالبات بعد السوق عشان الوقت لسه في عندنا محافظه. نكمل بعد الاذان. نظم الناس بتوعك يلا. رجاله البابور راحوا فين؟ مش ولا ايه؟ رجاله البابور تسقيفه جامده كده. تسقيفه كده تسقيفه كده لزمالكم. صورة جماعية استاذ يوسف بعد اذنك. استاذ وائل خليك معاهم وبعد كده اصورك مع دول. وانا انا بقول لك زي ما بقول لك دول وبعد كده دول وهعملهم الاثنين مع بعض. ماشي ما تقلقش. هتيجي تشوف هتلاقيهم كلهم واحد. اه فينا. ماشي معاهم. طيب نبدا بطلبة وزنة. طلبة الاستاذ رياض عبد الخالق اجهازه كده. طلبة الاستاذ رياض عبد الخالق. لا الاستاذ رياض الاول. استاذ رياض الاول. استاذ رياض الف مبروك استاذ رياض ان شاء الله تبقى دايما. طلبات الاستاذ رياض عبد الخالق وزنة موجودين ولا مشوا؟ فين الطالبات؟ يتفضلوا بسرعه. وبعد كده طلبة الأستاذ عادل الدمناوي جهازه. البنات الأول وبعد كده الشباب. طالبات الأستاذ رياض اتفضلوا. دي من هدايا ياخدوها بقى يشوفوها هما. طالبات الأستاذ رياض. أيوة رحاب. فاطمة فاطمة صبحي. فاطمة اطلعي أنت ورحاب بسرعة. صورة جماعية كده عشان نجهز لوزنا. الأستاذ عادل الدملاوي شرفنا. أستاذ عادل الدملاوي نبدأ بالبنين الأول. أه عشان مستعجلين وجاهزين. اتفضلوا كده. الكرتونه وصلت؟ الكراتين وصلت؟ موجودين يعني؟ الكراتين وصلت؟ شباب وزنة اجمع شباب. يا ريت نقف مجموعه كده. يا ريت نبدا النظام في اخر الصوره. نقعد يا جماعه بالتدريج كده بالتدريج. اللي زيتوان ورا واللي سايرين قدام. اللي زيتوان ورا واللي سايرين قدام. ايوه انت يلا استاذ عادل. استاذ عادل ليه فرصه كده والاستاذ رياض معاه في الصوره. يا عم 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 يا
خلاص خلاص عشان الوقت والحركه الصراحه من الدفاع الصور هتبقى على الموقع ان شاء الله بدايه بكره. تخيل كبير كده البنات وسط البنات وسط تخيل الجامعة البنات مفيش تخيل شغل الرجالة طالبات وسطنا طالبات وسطنا اتفضلوا.